ومن مارسيليا معنا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد، ضمن المتابع إذن، هل من مؤشرات عن حجب الثقة عن الحكومة حسب تصريحات لوبان؟ نعم داليا، بعد التحية نستطيع القول حسب المحللين تركت مارين لوبان رئيسة مجموعة حزب التجمع الوطني بالبرلمان الفرنسي بعد لقائها بميشيل بارني بقصر ماتينيون الباب مواربا، بمعنى أن تصريحاتها تؤكد على أنها أبلغت رئيس الوزراء ميشيل بارني على عدة نقاط تختلف معه فيها فيما يخص الموازنة، وهي خاصة بزيادة بعض الضرائب على بعض القطاعات من بينها الكهرباء وعملية التسجيل البيع والشراء بالنسبة للمساكن للإسكان عفوا. ولهذا هي أكدت على أنها أسمعت طلباتها وأنه استمع إلى هذه الطلبات، وأن عندما سئلت مباشرة بأنها ستقوم بطرح الثقة عن الحكومة الفرنسية إذا تقدمت أو وقفت الحكومة الفرنسية على ما هو عليه الحال، أكدت أنها قالت بالطبع نعم سنطرح الثقة عن حكومة ميشيل بارني في هذا التوقيت في حالة عدم تغيير مواقف وتعديل بعض من المواقف الخاصة بالموازنة. هل هذا كافي خالد ليغير بارني من موازنة الحكومة الحالية؟ الحقيقة يعني هذا الموقف من مارين لوبان يزيد التعقيدات لحكومة ميشيل بارني الذي يبدو أنها أيضا تقابل بعض من الاعتراضات من أحزاب الوسط. في حالة بالطبع يعني طرح الثقة أو تصويت حزب التجمع الوطني على طرح الثقة في البرلمان الفرنسي، وهذا في منتصف الشهر القادم حسب المحللين، نستطيع القول بأن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها وميشيل بارني سيجد نفسه في أعياد الميلاد في منزله وبعيدا عن قصر ماتينيون، وهذا ما لا يتمناه الرئيس الفرنسي ولا الحكومة الفرنسية. وهناك حديث ما بين قوسين عن تغير شيء ما من أحزاب اليسار والحزب الاشتراكي فيما يخص هذه النقطة، فهل ستحدث المفاجأة ويعني يستطيع الحزب الاشتراكي الفرنسي تقديم يد العون للرئيس الوزراء الفرنسي الحالي ميشيل بارني وإنقاذه من حجب الثقة التي يمكن أن تدخل البلاد في مشكلة جديدة أو أزمة جديدة قللت من خطورتها مارين لوبان التي اتهمت الإعلام الفرنسي بتسويق فكرة أن هذا سيدخل البلاد في مشكلة، وأكدت على أنه في حالة طرح الثقة عن الحكومة الفرنسية يمكن الاستمرار في موازنة هذا العام. من المعروف أن موازنة هذا العام تغضب المؤسسات المالية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، وبصفة خاصة أن فرنسا لم تكن تلميذا نجيبا في هذا الشأن وفي هذا القطاع. أشكرك من مارسيليا خالد شقير.